طيور الكناري من أكثر الطيور اللي يحبها الناس ويحب تربيتها في البيوت وفي المكاتب لأسباب كثيرة، ومنها أن هذا الطير الجميل ذو الألوان الزاهية اللي تتراوح بين الأصفر والأحمر والأبيض، منشأه طبعا طير هذا منشأ هذا الطير هو جزر الكناري في المحيط الأطلسي قريبة من إسبانيا. هذا الطير يحوي على 200 سلالة مختلفة، وهناك من يهتم بهذه الأنواع، وهناك كثير منها بأسماء مختلفة، منها الأمريكي والإسباني والآسيوي والروسي، وكلها جميلة وبأشكال مختلفة. طبعا هناك أسباب كثيرة يجعل من هذا الطير كثير التربية في البيوت، ومنها فالناس يحبون تربية الكناري لأصواته الجميلة وأنغامه المتعددة، وطبعا أن الذكور هي من تغني لمن يريد تربية طير واحد في قفص كما هو في طيرنا هذا، فله أنغام جميلة مغردة ينشر السعادة في البيت. ومن أسباب كون الكناري منتشر التربية في البيوت والمكاتب كونها أن هذا الطير رخيص الثمن وموجود في معظم المحلات التربية وبيع الحيوانات المنتشرة في المدن، وكذلك معروف عن الطير الكناري أنه يعيش حياة طويلة. في المنشأ يعيش ما بين فهذا الطير يعيش ما بين 10 إلى 15 عاما في المنشأ في الطبيعة، ولكنه في التربية يكون معدل عمره ب5 إلى 6 سنوات، ويحبه الناس كذلك لأنه أصواته جميلة وتغريد بنغمات متعددة لا صراخ فيها ولا صياح، فيبعث البهجة في نفوس من يستمع له ومن يشاهده. كذلك الكناري من الطيور التي لا تتطلب الكثير من الاهتمام ومن المصروفات، ولا تحتاج إلى عناية كبيرة سوى الاهتمام بنظافة القفص وتقديم الحبوب المناسبة لها وبقي ومن الأغذية التي يحبها الخس والجرجير وقطع التفاح. ومن مميزات الكناري أنه يعيش بدرجة حرارة مناسبة لنا، فهو يعيش ما بين درجة حرارة 15 إلى 25، وهي درجة حرارة معظم منازلنا، وهي مناسبة لحرارة البشر. ومن الأسباب الأخرى أنها لا تسبب مشاكل للبشر، فغير معروف عنها أنها تسبب عدوى أو أمراض انتقالية مثل بقية حيوانات التربية المنزلية كالقطط أو الكلاب. وأنا شخصيا أشجع على تربية طير الكنار في البيوت لأنغامه الجميلة ومنظره الممتع.
أخيرا أقدم لكم تحياتي وسلامي.